لو حضرتك كلمتنا على دلوقتي التلسكوبات مثلا والحاجات اللي بيتم بيها رصد الظواهر الفلكية، هل هي بقت يعني بتتعامل بالذكاء الاصطناعي فيها جزء من ده، ولا لسه؟ يعني اشرح لنا اكتر عنها او عرفنا اكتر عنها. التلسكوبات احنا عندنا في انواع من التلسكوبات، زي ما احنا عارفين في تلسكوبات ارضية ودي بترصد في البند المرئي اللي هو الفيزابل، وفي وطبعا في جزء خاص بالراديو ويفز، وفي تلسكوبات بيتم رصد الاشعاع خارج اللي هو ما يقدرش يخش الغلاف الجوي زي اشعه اكس واشعه جاما والالترا فايلوت، والجزء ده بيتم ليه اطلاق تلسكوبات فضائيه زي جيمس ويب زي ما احنا سامعين عنه، اخر تلسكوب فضائي تم اطلاقه، وده هيغطي جزء كبير. جيمس ويب ده اللي خد صور كتيره للكون وده احدث تلسكوب فضائي موجود حاليا، وبيتوقع يعني الواحد هنشوف بدايه نشاه المجرات الكون في بدايه الكون من اكتر من 13 مليون سنه 13 مليار سنه مليار. تقريبا يعني بالتاكيد المعلومات غزيره وكثيره في الموضوعات المتعلقه بالفلك، لكن خليني برضو اعرف من حضرتك اهميه الدراسات المتعلقه بالجانب الجيولوجي او بطبقات الارض من خلال المعهد. تمام، المعهد عمل بروتوكولات كتير جدا في مجال الجيولوجيا مع البترول، مع وزارة البترول، مع شركات مقاولات كتير جدا، والفترة الأخيرة دي كان في استشارات هندسية كتير جدا، في عندنا مكتب استشارات خاص بالاستشارات الجيولوجية في المعهد، وبيقدم خدمات كبيرة جدا للمجتمع. زي ما قلت حضرتك كان اول حاجه احنا عندنا جزء نزع للسلاح، وده بالتعاون مع الجهات اخرى، عندنا جزء خاص بالزلازل المغناطيسيه الارضيه وطبقات الارض، ممكن برضو الاستكشاف الثروات المائيه المياه الجوفيه وما الى ذلك، فدي كلها خدمات بيتم المعهد بيقدمها في الجزء الخاص بالجيولوجيا. من خلال الجناح الخاص بيكو هنا ازاي بتعرفوا الاطفال الصغيرين اللي يعني في معرض القاهره للكتاب على الكواكب والمجرات والموضوعات المتعلقه بطبقات الارض والموضوعات الصعبه دي؟ معظم الاسئله اللي بتيجي دايما احنا عايزين نعرف الفلك بيتم دراسته ازاي، وازاي اخش كليه ايه عشان اخش ابقى عالم فضاء او وعالم فلك، فدايما السؤال الإجابة البسيطة، احنا عندنا في مصر بيتم دراسة علم الفلك في أكتر من جامعة، تقريبا 3 جامعات أو 4 جامعات في مصر، جامعة القاهرة وهي الجامعة الأم عن طريق كلية العلوم وبعدين يتخصص في علم الفلك، وجامعة الأزهر كانت تاني جامعة في بتقدم الخدمة دي عن طريق قسم كلية العلوم برضو قسم الفلك والأرصاد الجوية، والجامعه بعد كده جامعه حلوان تم انشاء قسم خاص بدراسات الشمسيه، واخيرا كليه ملاحه الفضاء في جامعه بني سويف، ودي اخر كليه ده اخر قسم تم انشاؤه حديثا. اما بيتقال يعني على السوشيال ميديا او كده بيكتبوا مثلا عن ظواهر ممكن ما تكونش بتحصل او كده، هل المعهد بيرد على الاشاعات دي او البوستات اللي بتحط على السوشيال ميديا متعلقه بنيزك هيضرب الارض ما اعرفش ايه الكلام اللي بيحصل على اكيد المعهد بيقوم بدور كبير جدا في نشر الوعي الفكري خاص الفرق التفرقه ما بين الظواهر الفيك او الغير حقيقيه والظواهر الحقيقيه، المعهد بيتم اعلانها عن طريق صفحته الرسميه على الفيسبوك، والمتخصصين بيطلعوا يتكلموا في عن الظواهر دي، وهل هي فعلا بيبدا يشرح ويوصف التفسير العلمي الصحيح عشان يوعي المجتمع بالظواهر دي، لان احنا عندنا خلط كبير جدا بين علم الفلك وعلم التنجيم، او احنا ما نقدرش نقول عليه علم، بس هو احنا نقدر نقول لازم يكون في توعيه جدا للمجتمع عشان يفرق ما بين علم الفلك واي حاجه تانية.